منذ 16 عاما والإشارات الضوئية غائبة عن العاصمة بغداد ومختلف المحافظات الأخرى، يبدو أن أفقر دولة في العالم الآن تعتمد على الإشارات في تنظيم حركة السير، إلا العراق الذي اختفت عنه هذه الوسيلة بعد الاحتلال البشري. الآن نتابع وإياكم هذه المشاهد، ومن ثم لنا عودة مع الموضوع نفسه. وبناء على طلب مديرية المرور بتفعيل دور عمل الإشارة الضوئية في تنظيم حركة السير والمرور ضمن التقاطعات المهمة، عليه يتم العمل بنظام الإشارة الضوئية الترافيك لايت الموجود بالساحة والتقاطع من هذه اللحظة. بالنسبة للتقاطعات اللي عملت ضمن جانب الرصافة، التقاطعات المهمة والإخوان الآمرين والضباط على دراية من التقاطعات، وبعد جهود كادر الهندسي لأمانة بغداد بتنظيم وتنسيق التايمر مال التقاطع، عليه يعمل بالإشارة الضوئية. وتأكدون على مفارسكم بمحاسبة سواق المركبات اللي ما يمتثل للإشارة الضوئية.